طمنيني يا انسه. ايه الاخبار؟ اطمنوا خالص، قاعدين مع بعض بيتفقوا على كل حاجه. بيتفقوا؟ ده بقالهم اكتر من 8 ساعات بيتفقوا. لقد اوشكوا على الانتاج. اوشكوا؟ من كتر ما سمعتهم بيتكلموا بالعربي وبالفصحى تعديت منهم، ربنا يا رب يهديهم. يا رب. البند رقم 354 لا يحق للطرف الثاني اللي هو انت ان يمتنع عن دفع مرتب الطرف الاول اللي هو انا باي حال من الاحوال. والمرتب وقدره 20,000 جنيها شهريا. ايه 20,000 جنيه شهريا؟ اللي بعده البند رقم 355. وطالما حصل اتفاق يبقى البرنامج هيتذاع، وطالما البرنامج هيتذاع يبقى الفلوس هتنزل ترخ على القناة. إيه صح؟ إيه صح؟ صح. إحنا بقى ننتهز الفرصة ونطالب بزيادة أجورنا. والله فكرة، إحنا فعلا نطالب بمضاعفة الأجر. ايوه، عشان تدفعوا الشاي والقهوه اللي عليكم بالمره. يا عم شاي وقهوه دي شكليات، بس المهم مين هيقول للاستاذ محب؟ اه مين اللي هيقول للاستاذ محب؟ يبقى الاستاذ خليفه. اشمعنى يعني؟ انا طبعا لان هو بيعز اكتر واحد فينا. يلا يا استاذ ادخل عليه وقول له البقين دول. يلا خش. البند 617 لا يحق للطرف الثاني اللي هو انت أن يقوم بتوقيع أي جزاءات على الطرف الأول اللي هو أنا مهما حدث. إيه راح فين؟ أفك عن نفسي يا أخي، ارحمني. تريس يا أستاذ تريس. ارحمني أنت كمان يا أخي. الله، والأستاذ محب متوتر كده ليه؟ أنا عارفة. على بال ما يرجع الاستاذ محب نفك عن نفسنا شويه. يا ريت حته صبا من قعر السيكا. بوم 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 بوم. اهدى يا استاذ اهدى كده هتاكل نفسك. اه انا هادي اهو اهو هديت خالص خالص. انا هعض نفسي عشان اهدى خالص بدل ما ادخل جوه واهبش في كرشه. تريس يا استاذ تريس. تريس دي؟ ما ان كان لك عند الهايم حاجه قول له يا سيدي. سعاده الباشا، انا جاي مخصوص انقل لسعادتك ان كل العاملين في القناه بيطالبوا بزيادة أجورهم، وأنا كلي ثقة بموافقة سيادتكم. أهو جن حيهديني، أنا لقيت اللي حعضته خلاص. البند رقم 791 لابد أن يعود برنامج المطبخ حبيبي. أيوه، ده دخله إيه في موضوعنا؟ أيوه صحيح يا أستاذ هاني، دخل برنامج المطبخ حبيبي ايه في الاتفاق اللي بيننا؟ اها ما جبتش حاجه انا من عندي؟ اصل من ساعه البرنامج ده ما اتلغى وانا ما بتغداش، انا كنت بتغدى من طبيخ المذيعه، هي تخلص طبق اليوم اروح انا واخده معايا وانا مروح. امري لله. ايه ده؟ دم 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 دي شكليات. المهم بلغت استاذ محب على طلباتنا؟ بلغته وادي النتيجه. شفتوا المعزه قد ايه؟ موافق. هيوافق غصب عنه. لابد أن يعود البرنامج حالا على أن جميع المأكولات التي يتم طبخها من خلال هذا البرنامج تسلم إلى الطرف الأول اللي هو أنا. أصل محمود اديني موقف الميكروباص اللي جنبك. كل الميكروباصات طلعت مفيش غير ميكروباص واقف. ايوه هي يا مدام نوره، خليها تيجي تكلمني. ايوه يا نوره. اي يا حبيبتي مبروك، البرنامج رجع وهترجعي تطبخي تاني. نزلي الركاب بقى، مع السلامه.
البند رقم 792. خلاص يا نورة هانم، اديكي رجعت القناة معززة مكرمة مفخخة. بجد يا استاذ هايم؟ بجد. ويلا استعدي بقى عشان تبدأي البرنامج وتطبخي، وبالمناسبة كده على السريع تعملي لنا شوية فطار. عينيا ميرسي قوي، ميرسي خالص، ميرسي جدا. هاي يا استاذ هايم، ليك طلبات تانية؟ اظن بقى يا استاذ هايم كده مالكش اي طلبات تانية. هي دي كل الحاجات البسيطة اللي أنا طلبتها بس. طلبات بسيطة؟ أنا موافق على كل طلباته. شفوي كده ما ينفعش. أمال عاوز إيه؟ لازم سعادتك تمضي على الاتفاق، ادوله دوسيه الاتفاقات. امضي على آخر ورقة بس يا أستاذ محب. إيه ده آخر ورقة؟ أيوة طيب يعني يلا يا أستاذ محب عشان نخلص اعمل معروف. إيه ده؟ همضي على 600 ورقة؟ وانا معاك ورقة ايه؟ همضي معاك ورقة ورقة. والان ايها الاحباء كلكم هتبقوا شاهدين على هذا الاتفاق الذي تم بين الاستاذ محب الشبوكشي والاستاذ هايم عبد الدايم. ودقي يا مزيكا وزغرتي يا عروسة.